الجيش العربي السوري يحرر أكثر من 30 قرية وبلدة ومرتفعات استراتيجية بريف حلب الشرقي. تسوية أوضاع عشرات المسلحين من قرى وبلدات وادي بردة بريف دمشق. مصر ترحب بالحوار السوري السوري وموسكو تدعو لإنهاء تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية. نشرة الأخبار من الإخبارية السورية في دمشق، أهلا بكم. سيطرت وحدات من الجيش العربي السوري على أكثر من 30 بلدة وقرية ومرتفعات استراتيجية عند بريف حلب الشرقي بعد معارك عنيفة مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي، كما أحكمت السيطرة على أوتستراد حلب الباب. تقدم مستمر لوحدات من الجيش العربي السوري في ريف حلب الشرقية، حيث سيطرت وحدات من الجيش على أكثر من 30 بلدة وقرية ومرتفعات استراتيجية عدة بعد معارك عنيفة مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي. وبموجب السيطرة على هذه البلدات والقرى، تقدمت وحدات الجيش في ريف حلب الشرقية بعمق 16 كيلومترا وجبهة تصل إلى 25 كيلومترا على بعض الاتجاهات، وتجاوزت المساحة التي يسيطر عليها الجيش 250 كيلومترا مربعا في ريف حلب الشرقي خلال 20 يوما. كما اقتحمت وحدات الجيش جميع التحصينات التي أقامها إرهابيو داعش شرق حلب، وسيطرت على عشرات الكيلومترات من الأنفاق والخنادق على امتداد الجبهة، وفككت أكثر من 4000 عبوة ناسفة زرعها الإرهابيون في هذه المنطقة. نجاح آخر لوحدات الجيش تمثل بإحكام السيطرة على أوتوستراد حلب مدينة الباب بدءا من قرية تيارة وحتى مزارع المديونة ضمنا بطول 16 كيلومترا. وتتابع وحدات الجيش العربي السورية جهودها لاستئصال الإرهاب من هذه المنطقة لتصبح محافظة حلب خالية من الإرهاب بالكامل في الفترة القادمة، بعد أن حقق الجيش إنجازات هامة باتت بموجبها مدينة حلب تعيش أجواءها الطبيعية. الآلاف من أهالي حي السكري في مدينة الحلب يبدأون العودة إلى منازلهم في الحي الذي حرره الجيش العربي السوري من الإرهابيين مؤخرا، وبعد أن نفذت المحافظة عمليات عديدة لإعادة الخدمات إليه. مراسلنا من هناك والتقرير التالي. عودة الكثير من الأهالي إلى منطقة السكري وبالتحديد هذه المنطقة التي تم تطهيرها وكسر فيها الإرهابيين وانسحابهم. اليوم الحديث عن عاتق كبير هو يقع على محافظة حلب ومجلس المدينة باتجاه الأهالي الذين يعودون. نحن نتابع عبر شاشة الإخبارية السورية عودة الآلاف من العائلات إلى هذه المنطقة مع تأمين وتواجد الأمن وكافة الأجهزة الأمنية في هذه المنطقة، وواقع ما تشهده هذه المنطقة من أنقاض وأيضا من ركام حتى الآن لم يرحل من منطقة السكري. وهنا المواطنين يتحدثون برسم مجلس المدينة للوصول إلى هذه المنطقة وغيرها من المناطق لترحيل الأنقاض منها وبالتالي عودة تنظيفها، لا سيما هذا ما يتيح الفرصة أكبر لعودة الأهالي بشكل أكبر إلى هذه المنطقة. مطالب كثيرة طالبت فيها أهالي منطقة السكري وأجرينا اللقاءات التالية. والله أنا بتمنى العالم كله ترجع بيوتها مشان نرجع نعيش وهوج نرجع بيوتنا ونرجع بركي نحن بأيدينا كلها بنتعمر ترجع تتعمر حلب إن شاء الله يا رب. بس هيك يعني الشوارع تنظيف الشوارع يعني صار لي جمعتين رجعنا بيتي، بس بدنا يكون في مراقبة للمعلات لكل شيء. بدنا بس المنطقة تتخدم بالمي والكهرباء، الحمد لله بالخير نحن. هلا صار في مولدات، صار في أمبيرات، الله ضل المي تنظيف الشوارع بس. قبل كل شيء الأمبيرات 7 ساعات ب 1700، نطلب من سيادة المحافظ
يحط مراقبة لهالشيء. ثانيا ما تشرب، عم نشرب مية آبار ملوثة. يعني هلا حاليا بجسمي في حب من ورا المي. عم نشوف في تراكسات بلشوا تنظيف. يعني عم ينظف. لا هلا شفت بالمشهد وين جايين. آلاف العائلات هي عادت إلى منطقة السكري بفضل تواجد الأجهزة الأمنية، لا سيما بأنهم مطالبين بعودة كافة الخدمات. وليد هناي، الإخبارية السورية، من منطقة السكري، حلب. نبقى في حلب، حيث جاء المفوض السامي لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليب بوغراندي والوفد المرافق في المدينة القديمة. قام المفوض السامي لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليب بوغراندي والوفد المرافق له بجولة إلى المدينة القديمة في مدينة حلب، والتي تضمنت القلعة والجامع الأموي، حيث اطلع على حجم الخراب والدمار الذي لحق في الأبنية التاريخية والأثرية للمدينة نتيجة جرائم الإرهابيين. في كتير مساعدات لازم تتقدم، لازم نتعاون الكل مع بعض، لأنه في كتير دمار، في ناس كتير فقدت أعمالها، والدعم الإنساني حاليا أساسي للناس اللي راحت ورجعت للبيوت، للناس اللي بيوتها مدمرة. كما زار المفوض السامي منطقة جبرين التي خصصتها الحكومة السورية كسكن مؤقت لأبناء حلب، وعاين الجهود الحكومية المقدمة على الصعيد الخدمي والإنساني والمعيشي، ودعا غراندي الجميع إلى التعاون لتقديم المساعدات، مشيرا إلى أن أحد أهداف جولته تقييم الوضع الإنساني للوصول إلى متطلبات المدنيين في حلب. كبدت وحدات من الجيش خسائر كبيرة في صفوف إرهابي تنظيم داعش ووسعت مناطق سيطرتها، ولا سيما في دير الزور. أبرز التطورات الميدانية في هذا التقرير. تتسع خارطة عمليات وحدات الجيش ومناطق سيطرتها بعد تكبيد إرهابي داعش خسائر إضافية. عمليات مكثفة لوحدات الجيش والقوات المسلحة المدافعة عن الكلية الجوية بريف حلب الشرقي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من إرهابي داعش حاولوا شن هجوم على الاتجاه الشمالي الشرقي للكلية، لكن وحدات الجيش كانت لهم بالمرصاد وأحبطت هجومهم. وفي ريف دمشق الشمالي الشرقي ضربات مركزة على محاور تحرك إرهابي داعش شرق مطار السين دمرت خلالها وحدة من الجيش دبابة وعربة مزودة برشاش لداعش وقضت على عدد من الإرهابيين، كما دمرت عربتين مزودتين برشاشات وقضت على جميع من بداخلهما في منطقة المثلث شمال مطار السين، حيث يكثف الجيش عملياته بالتعاون مع القوى الرديفة لاجتثاث المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم داعش وقطع خطوط وطرق إمداده عبر البادية. وإلى دير الزور، حيث وسعت وحدات من الجيش نطاق سيطرتها في منطقة المعامل ومحيط لواء التأمين باتجاه المكبات على المحور الشرقي، وقضت على عدد من إرهابي داعش ودمرت عربات وآليات لهم بعضها مزود برشاشات ثقيلة، فيما دمرت وحدة أخرى من الجيش بصاروخ موجه آلية لإرهابي داعش مزودة برشاش ثقيل في محيط لواء التأمين جنوب المدينة. تم تسوية أوضاع عشرات المسلحين من قرى وبلدات منطقة وادي برد بريف دمشق بعد أن سلموا أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه لإخلائها من السلاح والمسلحين. ليمونة صالح والتفاصيل. أكثر من 200 مسلح أرادوا أن يعودوا إلى حضن الوطن، هؤلاء المسلحين الذين كانوا مع الذين ذهبوا إلى إدلب ولكن فضلوا البقاء هنا ليعودوا إلى حضن الوطن. في إفرار من الشرطة، في عسكريين فارين، وفي من المسلحين حملوا سلاح بوجه رجال الجيش العربي السوري.
ايه نحن هون بس تسويه بس سلم سلاح الامور تمام يعني. الحمد لله نفوس الناس والاهالي يعني بخير واطمأنت وارتاحت من الوسخه اللي كان فيها والحمد لله رب العالمين. انت بتقدر تطلع على ادلب مع المسلحين ولا اخترت انك تبقى هون؟ احكي لي. انا مو محسوب على مسلح شيء، انا قاعد ببيتي. انا مدني ما لي علاقه فيه. وهن على اي اساس لكن هلا اجيت عم تسلم سلاح؟ شرطي فار. شرطي فار اوكي. تحت التهديد قعدت ببيتي لانه ما بعرف مين بيجي يقتلني. اكثر من 200 مسلح واسلحتهم وسووا تسوية ورجع القسم الكبير الى منزله. لسه في اعداد عم في اعداد كبيره لسه بتزيد عن 400 ل 500 انسان ان شاء الله بكره او حتى نهايه هذا اليوم يتم تسويه اوضاعهم. هذه الصور يعني هذا يبدو جزء قليل من الذي كانت العصابات الإرهابية التكفيرية وأيضا الغرباء كانوا يخبئونه ويستعملونه ضد الأهالي والمناطق الآمنة في دمشق. وكانت تطلق هذه الصواريخ كما نشاهد بعدسة الإخبارية السورية، هذه الصواريخ التي تم تسليمها منذ ساعات تقريبا مؤخرا يعني، وكل ساعة أو مع تقدم الوقت يكون هناك تسليم للذين كان مغرر بهم. عشرات السيارات التي تقل الأهالي ويدخلون ببداية بلدة دير قانون، هذا المعبر أو الحاجز الذي هو ببداية دير قانون إلى كل قرى وادي بردن. والله مبسوطة كتير 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 برجعتنا على الوادي، وإن شاء الله بيدل الأمن بالوادي وبكل سوريا. راجعين على بيوتنا، الله يحميكم ويحمي هالوطن. شعور الحمد لله بالأمن والأمان، والله هيك يرجع كل الناس المهجرين على بيوتهم. يا ليمونة صالح للإخبارية السورية، وادي بردة، ريف دمشق. بعد الفاصل. موسكو تبدي استعدادها لمساعدة الأمم المتحدة على تشكيل وفد المعارضة السورية إلى جنيف. إن شاء الله ينصر مع أعدائهم والله يقويهم. نحيي أبطال الجيش العربي السوري في دير الزور. الله يحمي الجيش العربي السوري. أهلا بكم من جديد. رحبت مصر بالحوار السوري المقرر استئنافه يوم 20 من شهر شباط الجاري في جنيف، مؤكدة استعدادها للقيام بكل ما يلزم لتسهيل نجاحه. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد لوكالة سبوتنيك الروسية إن مصر كونها عضو في مجموعة الاتصال الدولية حول سوريا تتطلع إلى استئناف محادثات السلام السورية تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، وترى أنه من الطبيعي جدا المشاركة في تسهيل هذه المحادثات، مشيرا إلى أن بلاده تابعت عن كثب اجتماع استنى حول سوريا وستواصل جهودها لمراقبة وقف العمليات القتالية في سوريا. وكانت توقفت الجولة الأخيرة من محادثات جنيف في 27 من نيسان الماضي دون تحقيق أي نتائج تذكر بسبب سلبية وفد معارضة الرياض وارتباطه بأجندات خارجية. أعلنت موسكو أنه بإمكان الأمم المتحدة أن تعمل بمساعدة المجموعات الدولية لدعم سوريا على تشكيل وفد المعارضة السورية إلى محادثات جنيف في حال فشلت الأخيرة بتشكيل وفد بنفسها. وقال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف للصحفيين في أبو ظبي حيث انعقد منتدى التعاون الروسي العربي في دورته الرابعة، قال إن الإعلان عن إرجاء المحادثات حمل اعترافا بأن المعارضة لم تشكل وفدا موحدا بعد، مضيفا أن فشل المعارضين في الاتفاق بمفردهم على وفدهم يسمح للأمم المتحدة بمساعدة المجموعة الدولية لدعم سوريا بالاتفاق على وفد يناسب الجميع.
وكان مبوتو الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دمستورا أكد تأجيل محادثات جنيف بشأن تسوية الأزمة في سوريا إلى 20 شباط الجاري، مشيرا إلى أنه سيقوم بنفسه بتحديد أعضاء وفد المعارضة السورية في حال فشلها في تشكيله حتى 8 شباط. إلى ذلك دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى إنهاء تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، مؤكدا أن هذه الجامعة ستلعب دورا أكثر فعالية في المنطقة في حال عودة سوريا إلى صفوفها. لافروف شدد في مؤتمر صحفي عقده في ختام الدورة الرابعة لمنتدى التعاون الروسي العربي في أبوظبي على أن رفع تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية سيساعد في حل الأزمة السورية. من جهة ثانية قال لافروف إن موسكو تأمل في أن تعلن مجموعات جديدة من المعارضة عن الانضمام إلى نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا، إذ أن الاتفاقية بهذا الصدد مفتوحة للجميع باستثناء تنظيمي داعش والنصرة. دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأمم المتحدة خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى التعاون الروسي العربي في أبوظبي، دعا إلى التوقف عن المماطلة وتسريع الجهود الرامية لتنظيم جولة جديدة من المحادثات السورية في جنيف. اجتماع أستنا حول الأزمة في سوريا أسهم في تهيئة منصة إضافية للمحادثات، وهو لا يشكل بديلا لعملية جنيف، ونحن ما زلنا نعتقد بأن على أصدقائنا في الأمم المتحدة الإسراع والتوقف عن التأجيل والمماطلة في استئناف محادثات جنيف. لافروف اعتبر أن الآلية الثلاثية الروسية الإيرانية التركية أسهمت في مراقبة تنفيذ نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا، والذي لا يزال صامدا بشكل عام في البلاد، لافتا إلى أن الاتفاق لا يشمل التنظيمات الإرهابية كتنظيمي داعش وجبهات النصرة. نحن ننطلق من افتراض أن اتفاق وقف الأعمال القتالية لا ينطبق على تنظيمي داعش وجبهة النصرة مهما كانت مسمياتهما، فالنصرة غيرت اسمها من جديد، وهذا الأمر تم التأكيد عليه بوضوح في اجتماع أستانا. وكان اجتماع أستانا حول سوريا قد اختتم أعماله في 24 من الشهر الماضي بصدور بيان ختامي يؤكد الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية، ويشدد على أن الحل الوحيد للأزمة في سوريا سيكون من خلال عملية سياسية، ويعلن تشكيل آلية ثلاثية لمراقبة نظام وقف الأعمال القتالية، ويؤكد الإصرار على محاربة الإرهاب. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيا خلال اقتحامها مناطق عدة في الضفة الغربية، ونقلت وكالة وفاء عن نادي الأسير الفلسطيني قولها إن قوات الاحتلال اعتقلت 6 أشخاص في الخليل، كما اعتقلت آخرين في رام الله، البير، نابلس، طوباس، الكرم، قلقيلية، القدس المحتلة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينيا خلال اقتحامها مناطق عدة في الضفة الغربية. استشهد شخص وأصيب 6 آخرون بتفجيرين إرهابيين في العاصمة العراقية بغداد، ونقلت مواقع عراقية مصدر في الشرطة قولها أن عبوة ناسفة انفجرت في الحي الصناعي بمنطقة جسر ديالى القديم جنوب شرقي بغداد، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة 4 آخرين بجروح. في السياق ذاته أصيب شخصان بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الشعب شمالي بغداد، وكان عراقيون استشهد وأصيب 4 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة في قضاء المأدائن جنوبي العاصمة بغداد الأحد الماضي. بناء على طلب النيابة العامة لنظام البحرين، أرجى القضاء البحريني محاكمة المرجع الديني عيسى قاسم حتى 27 من شهر شباط الحالي. بناء على طلب النيابة العامة لنظام البحرين، أرجى القضاء البحريني محاكمة المرجع الديني عيسى قاسم حتى 27 من شهر شباط الحالي، حيث ستكون الجلسة المقبلة الختامية معنية للنظر بادعاءات التهم وجهتها للشيخ قاسم، ومنها جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال. يأتي هذا التأجيل بعد مسيرات غضب حاشدة خرجت في معظم مدن وبلدات البلاد تلبية لنداء علماء البحرين دعما ومساندة للمرجعية الدينية الشيخ قاسم. ورفع المحتجون في مسيراتهم صورا للشيخ، ورددوا من خلالها هتافات تندد بالممارسات العنيفة التي يتبعها نظام المنامة ضدهم، خاصة بعد إصابة البعض منهم برصاص الشوزن والغازات المسيلة للدموع واعتقال آخرين.
تلك الممارسات جعلت من منظمة هيومن رايتس واتش أن تنتقد إعادة النظام البحريني سلطات الاعتقال والتحقيق إلى جهاز الاستخبارات. إن إعادة صلاحيات الاعتقال لجهاز الاستخبارات الذي روع الأسر وعذب المعتقلين هو مسمار آخر في نعش عملية الإصلاح في البحرين بعد العام 2011، وبالتالي فالمحتجزون لدى جهاز الأمن الوطني لن يكونوا في أمان، وآليات الرقابة البحرينية ليست ضماناً لحمايتهم. قمع قوات الأمن بوحشية احتجاجات المواطنين المناهضة للنظام البحريني يقابله استمرار وتصميم من المواطنين على الخروج في مظاهرات كانت وستبقى عنواناً للسلمية، مطالبين فيها بالحرية والحقوق والعدالة الاجتماعية. أطلقت الحكومة الألمانية برنامجاً جديداً لصرف معونات مالية سيستفيد منها اللاجئون الذين يقررون طوعية العودة إلى أوطانهم، وقد خصصت برلين ما لا يقل عن 40 مليون يورو إضافية ستصرف خلال العام الجاري. تحاول الحكومة الألمانية التخلص من أعداد اللاجئين الذين استقبلتهم بعد فرارهم من جرائم الإرهابيين في عدد من الدول، وعمدت برلين إلى تعزيز دعمها المالي لطالبي اللجوء الذين يقررون طوعا العودة إلى أوطانهم، حيث ستخصص الحكومة 40 مليون يورو إضافية هذا العام لمساعدة اللاجئين الذين يقررون إنهاء إجراءات اللجوء والعودة إلى بلدانهم. وبموجب هذه الخطوة سيتم منح 1200 يورو لكل واحد من اللاجئين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما ويقررون سحب طلبات لجوئهم، ومنح 800 يورو لكل واحد من اللاجئين المرفوضين الذين يقررون العودة وعدم الطعن على قرار رفض الطلب في المدة المقررة. وتسعى برلين من خلال هذا الإجراء إلى زيادة أعداد اللاجئين العائدين طوعا كأفضل سبيل للتخلص منهم، بعدما تكشفت للسلطات الألمانية أن بعضهم إرهابيون ويشكلون خطرا على أمنها، وهناك صعوبة في حصول العديد من اللاجئين على عمل وتحقيق الاندماج الاجتماعي دون عمل، كما أن العقوبات اللغوية وفترات الانتظار الطويلة تجعل ولوج سوق العمل الألمانية أمرا صعبا بالنسبة لكثير من اللاجئين، ما اضطرت الحكومة الألمانية إلى التخفيف من عددهم وتشجيعهم على العودة. أوقفت الشرطة الألمانية 3 أشخاص من أعمار مختلفة في برلين للاشتباه بأنهم كانوا يخططون للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق. في فصل جديد من فصول ارتداد الإرهاب على الغرب بعد دعمه وتمويله في المنطقة، أوقفت الشرطة الألمانية 3 أشخاص من أعمار مختلفة في برلين للاشتباه بأنهم كانوا يخططون للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق. وأكدت شرطة برلين أن الموقوفين 3 كانوا يذهبون إلى مسجد يرتاده بانتظام الإرهابي التونسي أنيس العامري منفذ الاعتداء الذي أوقع 12 قتيلاً دهساً بشاحنة في 19 من كانون الأول الماضي في سوق لعيد الميلاد ببرلين. وفي ولاية هيسن اعتقلت السلطات الألمانية شاباً تونسي الجنسية يشتبه بضلوعه في هجوم متحف باردو في العاصمة تونس عام 2015 ومدينة بنجردان الحدودية مع ليبيا عام 2016. النيابة الألمانية أعلنت أن المشتبه به البالغ من العمر 36 عاماً أراد تحضير اعتداء في ألمانيا، وكانت الشرطة الألمانية قد نفذت 50 عملية دهم استهدفت أوكار الإرهابيين في ولاية هيسن من شقق وقاعات ومساجد وعدداً من المدن القريبة في فرانكفورت. وأوقفت التونسي بشبهة أنه يقود خلية محلية لتنظيم داعش. وزير الداخلية في ولاية هيسن الألمانية بيتر بويت أكد أنه تمت تعبئة أكثر من 1000 شرطي لتنفيذ عملية الدهم، مشيداً بتفكيك خلية كانت تشكل خطراً على الأمن العام. إلى العناوين. الجيش العربي السوري يحرر أكثر من 30 قرية وبلدة ومرتفعات استراتيجية بريف حلب الشرقي. تسوية أوضاع عشرات المسلحين من قرى وبلدات وادي بردة بريف دمشق. القاهرة ترحب بالحوار السوري، وموسكو تدعو لإنهاء تجميد عضوية سوريا
في جامعة الدول العربية. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.